اكو كتاب صادر من الامانه العامه لمجلس الوزراء من الدائره القانونيه تحديدا مضمونه انه تاسيس شركه النفط الوطنيه غير قانوني، وغير وهذا الكتاب معنون الى مكتب رئيس الوزراء، وغير القانون بناء على قانون الشركه رقم 4 لسنه 2018، والمحكمه الاتحاديه حكمت بعدم دستوريتها بالقرار رقم 66 لعام 2018. هذا البلد شلون جاي؟ شلون دا يقاد؟ مشكلة كبيرة. حتى الدوائر القانونية والمستشارين القانونيين أنا أستغرب بصراحة شديدة، ما أعرف يعني ما أريد أحملهم اللوم، بس ما أدري المسؤول ما يسمع لهم، ما أدري هم موجودين، بس يعني مع الأسف الشديد يعني مثل هكذا أمور واضحة المعالم. قرار محكمة صدر بال 2019 بعدم دستورية قانون معين، أنت تجي تأسس لي شركة مع كل هذه الترسانة من المصروفات وإنشاء المراكز القانونية بناء على قانون محكوم بعدم دستورية أغلب المواد الموجودة به؟ يا أخي والله هذه أبجديات طالب بالدراسة الأولية يعرفها. ليش بنقول يعني هذا يعني هذا مكر وتعمد في سبيل كسب الوقت وكسب الأموال خلال هذا الوقت إلى أن تبت المحكمة الاتحادية بقراره بإلغاء تأسيس الشركة؟ وهو المشكلة وين؟ المشكلة بالأثر المترتب. هسه المحكمة الاتحادية ألغت قرار ألغت قرار تأسيس الشركة، وألغت قرار تكليف السيد الوزير برئاسة هذه الشركة، طبعا بدرجة وزير، يعني هو مو مدير عام، حتى أوضح للمشاهد الكريم، اللي يترأس بموجب هذا القانون اللي يترأس الشركة طبعا وين حكم بعدم دستورية هذا النص؟ المفروض هو بدرجة وزير. يعني راح يصير عندنا وزير استثنيا هذا. هو اللي يجي للمنصب بيطلع خالي الوفاض ابدا، لازم من يطلع لا يعاقب ولا يحاسب، اذا قيل فنعطي كل مستحقاته الى ابد الابدين. وزير ماليه. طيب ايه وزير ماليه الان حاكيني استاذ ماجد حتى استفيد من الوقت، حاكيني عن الفوقيه القانونيه. احنا بلد ناسس شركه نفطيه واحنا لا قانون نفط ولا غاز عندنا. هو بالعوده على سؤالك الكريم، وهو سؤال بمنتهى الذكاء. شكرا. تقول لي انه اليس الاولويه ان يشرع قانون النفط والغاز؟ نعم. وبعد ذلك يشرع قانون الشركة الوطنية. أنا أقول لك من الناحية القانونية لا ضير، يعني قانون نفط وغاز مختلفين عليه، شرعوا لي قانون شركة وطنية مع ذلك لكن بمواصفات فنية ومواصفات تشريعية دقيقة، ما عنده مشكلة. إحنا أصلا عيب الإقفال التشريعي أنا ذكرتها مرارا، الجماعة ترى ما يشرعون القوانين اللي لها علاقة بخبزة الناس. أنت هسه تابع للدورة البرلمانية، كل دورة برلمانية أنت إعلامي ومتابع. وشوف القوانين اللي شرعوا لها. صح. عدل لي قانون الانتخابات، الغي لي قانون الانتخابات. عدل لي قانون المفوضية، الغي لي قانون المفوضية. يعني إحنا ما عندنا شغل وعمل غير هذا. أما القوانين اللي هي لها علاقة ومسيسة بخبزة الناس يغفلوها الجماعة، وغصبا علي لازم اقتنع. استاذ دكتور ماجد، غصبا علي لازم اقتنع بهاي الاكاذيب واقول له لا، واعطيك فرصة ثانية وثالثة وعاشرة، وتعال قود الدولة، تعال قود الدولة وانت ما عندك قانون نفط وغاز، تعال قود الدولة وانت ما عندك قانون احزاب، تعال قود الدولة وانت ما موزع الثروة بعدالة. لازم غصبا علي اقتنع، واذا ما اقتنعت انا اطلع عميل وخائن ومتخاذل ومتآمر. واحد يهم يطلع الروح ترى. خلي افاجئك، هاي مرارا نحكيها وخلي نحسبها حسبه على قولتهم حسبه عرب. تدري البرلمان السابق بدوره كامله قوانينه تشريعاته كامله ما تجاوزت ال 100 تشريع؟ صح. بكل هاي امتيازاته، بكل هاي رواتبه، بكل هاي الهوسه اللي تحملها الشعب العراقي. واذا احسبهن الك اللي لهن علاقه بخبزه الناس يعدن على الاصابع. لا ما بيثنوا ال 100 الحالي هسه خلص. زين. هسه خلص سنة من عمر البرلمان الحالي. أيه. سنة كاملة. تشريع واحد ماكو عدل التشريعين اللي هم تشريع التطبيع والأمن الغذائي. والأمن الغذائي إذا فرضنا بالظروف الطبيعية وراح يجلس البرلمان، راح أول شغل يشتغل البرلمان شنو؟ قانون مفوضية، قانون انتخابات. صح صح صح. أو تخلص الدورة كلها بهذا الموضوع. لا نفط ولا غاز ولا ثروة ولا أي شيء. والله صح والله صح.